كيف ما فاش تلقينا هذا الخبر هذا ديال الناس اللي توفوا؟ صراحه تنبغي نبلغ تعازي لجميع الاسر ديال الناس اللي توفوا. صراحه ماشي غير ماشوا الاسر ديالهم، ماشوا لينا حنايا جميعا بالنسبه كمغاربه ولا بالنسبه لمدينه طنجه. كنتمنى العائلات ديالهم الصبر والسلوان ان شاء الله، وتبدل المحبه ديالهم بالصبر ان شاء الله.